حادثة دار التربية الاجتماعية في منطقة عسير أمس العيون على أوضاع الفتيات داخل الحضانة، إذ كنا يعاملن كسجينات وفقاً لما زعمه حساب مجتهد واسع الانتشار على تويتر، كاشفاً عن الطريقة الوحشية التي عوملن بها والتفاصيل الكاملة لعملية نشر المقاطع المصورة من داخل الدار، علماً أنه يمنع إدخال أي أجهزة خلوية وفقاً لما نقله مجتهد. فما القصة؟ في التفاصيل، كشف حساب مجتهد واسع الانتشار على تويتر أن ما يسمى بدور الحضانة الاجتماعية للفتيات هي أقرب للسجون، كما يمنع الاتصال بالخارج إلا بهاتف أرضي وتحت مراقبة الموظفات، ويمنع دخول أي شخص آخر أو أجهزة أو مواد أخرى، مضيفاً أن معاناة الفتيات في هذه الدور قديمة، وسبق أن عرضت معاناتهن عدة مرات في وسائل الإعلام ولم تتحسن أوضاعهن بل ازدادت سوءاً. وأكد مجتهد أن تهريب الجوالات يتم مثل طريقة تهريب الجوالات في السجون الجنائية، لكن الأهم هو تمكن المتعاطفون والمتعاطفات مع الفتيات من تثبيت الجوالات في أماكن خاصة وعمل بث مباشر لجوالات في الخارج، وهي الحيلة التي ساهمت بنشر التسجيل. وتحدث مجتهد عن اقتحام الدار، إذ قال إن التوجيه وصل لأمن الدولة باقتحام الدار على أن يكون الفريق من الرجال فقط، رغم وجود عدد كبير من النساء في الأمن حتى يكون القمع أشد قسوة. وكان هناك طمأنينة أن الأمر سيمر دون أي ضجة على افتراض استحالة التصوير، لأنه سبق تكرار الاقتحام قبل ذلك. يذكر أن النيابة العامة السعودية كانت قد عقبت على لسان مصدر مسؤول ببيان قالت فيه: بناء على ما تم رصده من مركز الرصد النيابي من محتويات ومعلومات، مقاطع فيديو تتضمن حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، فإن النيابة المختصة باشرت في وقت مبكر واقعة إتلاف المال العام في دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، والقضية لا زالت قيد إجراءات التحقيق.